مرحبا، تحياتي للجميع. في شغلة حلوة حابب أقولها للي بهمه الأمر على موضوع بيت. هذا البيت طبعا بعد ما توصل على تورونتو كندا، أنا طبعا كل شي بحكيه بكون بعرفه تورونتو. تفوت على جوجل بتكتب The Housing Help Center، حارجيك اياها كيف. ممكن هذا يبين بالقلب، بس أنا The Housing Help Center هذا مركز بتروح بتقدم فيه على بيت وبيوصلك بعد فترة. هاي الفترة بعيدة، يعني مش انه بعد شهرين، 5 سنين، 4 سنين، 6 سنين، انت وحظك، انت عيلة قد عدد الاشخاص قد كذا بتقدم. انا عم بحكي يعني انت ما خسران شيء اذا قدمت، فهيدا ببلاش، ما في دفع عليه مصاري. وكمان نفس الشيء هذا المركز بيدفع لك كهرباء اذا عليك كهرباء، عم تدفع كهرباء، واذا بتدفع تدفئة للبيت كمان بيدفعوا لك تدفئة. فهي من باب المعلومة، اللي بحب الموضوع يكتب على جوجل The Housing Help Center، بيشوف الرقم التليفون اللوكيشن بيطلع له، بيدق له، بياخد موعد وبروح لعندهم بقدم على بيت. وان شاء الله تكون هاي معلومة فادت اللي بهم الموضوع يعني. ويعطيكم العافية، السلام عليكم.